ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني الشيخ صلاح باتيس. أهلا بكم سيدي. حياكم الله. أهلا وسهلا. بالتزامن مع قصف الحوثيين لسوق شعبية في صعدة ومقتل 10 مدنيين وجرح 20 آخرين، كيف تفسر هذا الاستهداف المستمر للمدنيين وما هي أبرز أهدافه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أن الميليشيا الإيرانية في اليمن المتمثلة بميليشيا الحوثي ورقة خاسرة، أثبتت التجارب وأثبتت الأحداث أنها لن تحقق لطهران ما تريد. كل ما تفعله هو القتل والتدمير، حتى استهدافهم للمدنيين واستهدافهم للمدن الآهلة بالسكان بطرق يعني ملتوية، ملصقين الاتهامات بالتحالف العربي والقصف الطيران التحالف العربي، لكن المجتمع اليمني والشعب اليمني أصبح يدرك هذه اللعبة جيدا ويكتشف من هم القتلة الحقيقيون. الأمر الآخر أنهم أصلا في كل جولة من جولات ومباحثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة يوقعوا على اتفاقات ويلتزموا بالتزامات ثم ينقضوها مباشرة، فأصبح الشعب اليمني اليوم لا يثق الجهود الأممية، لأن الأمم المتحدة ينبغي أن تبين ما هو الطرف المعطل وما هو الطرف المعرقل. إذا كانت الشرعية فلتقل الشرعية، وإذا كانت ميليشيا الحوثية فلتقل الحوثيون. نعم. في هذا السياق شيخ، كيف تقيمون موقف المجتمع الدولي من استمرار الانتهاكات الحوثية ضد المدنيين سواء بالقصف والاعتقال أو حتى الإخفاء القسري؟ للأسف الشديد أنا أقولها أننا نخشى أن يفشل المبعوث الجديد كما فشل الذين سبقوه، وهذا الأمر لا ينبغي أن يكون حتى لا تفقد الأمم المتحدة ثقتها لدى الشعوب ومنها الشعب اليمني. يعني الشعب اليمني أصبح ينظر إلى الجهود الأممية أنها تصب في صالح الحوثيين وفي صالح الميليشيات، لأنها لا تبين ولا توضح بشكل مباشر من هو الطرف المتسبب في إفشال هذه الجولات ومن الطرف المعطل للوصول إلى أي حل سياسي مبني على المرجعيات الثلاثة التي تؤسس لسلام دائم في اليمن. يعني أبسط مثال مثلا أختي الكريمة، ما حدث في صنعاء من مهزلة أو ما سمي بمحكمة لثلاثين شاب من النشطاء السياسيين والإعلاميين، ثم صدر بحقهم حكم الإعدام مع وجود عدد منهم ضمن الأسماء والكشوفات المتفق عليها في اتفاق ستوكهولم أن يطلق سراحهم. في هذا السياق يعني بعد ذلك بعد العودة إلى صنعاء يتم محاكمتهم كمجرمين وإصدار أحكام إعدام في حقهم، هذا دليل واضح على أن هذه الميليشيا لا تريد حل ولا تريد السلام. هل هذا يعني أن اتفاق ستوكهولم انهار فعليا على أرض الواقع؟ نحن نرجو أن تدرك الأمم المتحدة هذا الاتفاق قبل أن ينهار وأن تنقذه وتنقذ جهودها المبذولة في اليمن بأن تقف موقف حقيقي في بيان وإيضاح من هو الطرف المعطل والمتسبب في عرقلة تنفيذ اتفاق ستوكهولم أو إفشاله وإفشال الاتفاقات والجولات السابقة التي سبقت. إلى أي مدى يمكن ربط تجدد الاشتباكات في الحديدة بالانتهاكات التي تقوم بها إيران في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز للضغط على المجتمع الدولي لصالح طهران؟ بلا شك أن الحوثي أداة من أدواتهم وهو أحد مخالبهم في المنطقة، يعني يكلفوه بالتنفيذ فينفذ. الحوثيون ينفذوا ما تطلبه منهم طهران وقم وملالي طهران من أي انتهاكات أو استهداف حتى للملاحة الدولية وحتى للجوار الخليجي من استهداف مثلا المناطق الحيوية في المملكة العربية السعودية وغير ذلك. يعني القضية واضحة ولم تعد تخفى على أحد، يتزامن التصعيد الحوثي والانتهاكات الحوثية مع الإجراءات والتصعيد الذي تقوم به إيران في هرمز والخليج العربي وفي المنطقة الحيوية من الساحل في شواطئ البحر العربي وبالذات في مناطق الخليج العربي. يعني القضية واضحة أن هذه المنطقة تريد منها إيران أن تكون أداة ضغط على المجتمع الدولي وتهديد للمصالح الدولية وأيضا تهديد لأسعار النفط وارتفاعها بشكل مؤثر على المجتمع الإقليمي والدولي.
عضو رئاسة الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني الشيخ باتيس صلاح باتيس، كنت معنا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول التركية.